ضيفتنا برايزنج ستار رح تاخذوا وقت قصير لتتعرفوا عليها، ومن بعدها رح تتذكروا كثير منيح اغنيه لي بلادي يلي فعلا على السوشيال ميديا كان عندها وقع كثير كبير ونحكى عنها كثير. ولكن كمان فايا يونان هي من الاصوات الكثير حلوه واللي كمان رح يكون عندها مستقبل باهر. رح نحكي اليوم عن اول البوم نزلته على الاسواق. اهلا وسهلا فيك. مرحبا كاتيا، كيفك؟ لي بلادي كان اول، يعني اول شيء بتعمليه ببين او بخليك تنطلقي نحو العالم. صح. هلا هو كان اول يعني عمل عرفتني يعني على الجمهور بالشكل الكبير، وكنت ما كنت لحالي، كنت مع اختي ريحان يونان. من بعده بس كانوا يعني ما كانوا اغانيي الخاصه، كانوا كفرز للسيده فيروز اللي عم بغنيهم، ففينا نعتبره أول عمل بس مش الأغنية الأولى، لأنه من بعدها بلشت أطلق أغانية الخاصة. هذيك فنانة سورية اليوم مقيمة حاليا بلبنان بهالوقت، والألبوم يلي أطلقتيه شو عنوانه وشو هن الأغاني الموجودين فيه؟ هلا الألبوم هو باكورة الألبومات كما يقولوا بالعربي، يعني الديبيوت ألبوم، اسمه بيناتنا في بحر، و بيتضمن 9 أغاني كلهم أغاني خاصة، منوع ما بين العامية والفصحى، ومن حيث الـ يعني الكتاب والملحنين كمان في تنويع، في كتير كتاب وملحنين من سوريا بعدهم جوا سوريا وبيكتبوا بلحنوا من سوريا كطريقة لمقاومة البشاعة اللي عم تعيشها سوريا اليوم. وكمان في أسامي لبنانية أنا كمان كتير بفتخر أني أشتغل معهم، مثل خالد الهبر ومهدي منصور. والألبوم هو كله يعني التوزيع الموسيقي لريان الهبر، والكرياتيف بروسيس والانتاج الموسيقي لحسام عبد الخالق. بيناتنا في بحر هي طبعا أغنية بالألبوم. وهي اسم الألبوم. ليش اخترت اسم الألبوم؟ هلا هي أنا لأنه بحسها كتير بتبسل حالتنا اليوم، لأنه بتقول عم ناديك اسمعني، عم حكيك افهمني، إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى. فاليوم في بحر بين، يعني بتشوفي بين أخ وأخوه، بين أب وابنه، في هوة معينة. فالموسيقى هي أحد القصص الحلوة يلي بتجمعنا، فهيك اخترت انه يكون اسم الالبوم. خلينا بس نشوفك بس مقطع صغير من لي بلادي ونرجع نتذكر هالاغنيه اللي عملت يعني ثوره بالسوشيال ميديا. شام لفظ الشام اهتز في خلدي. سوريا 3 سنوات وأكثر من حرب مجنونة أنانية لا منطقية، 3 سنوات دمرت فيها النفوس والقلوب والعقول، حرب اخترقت الأبواب خلسة فاستوطنت البيوت وأذلت أهلها، حرب بيع فيها الصغار والنساء في أسواق الرق والعبيد، حرب أبكت جميع أمهات الوطن وأنهكت رجاله، حرب لم تعرف البداية، حرب تحلم بنهاية. كما اهتزاز غصون الأرز في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها، أنزلت حبك في آهي فشددها، طربت آها فكنت المجد في طربي. فيا ما درست الموسيقى قبل؟ تحديدا
يعني كيف كنت عم تقدري تكوني هالقد دقيقة بإيصال النغمة بدون ما تكوني درست الموسيقى؟ هلا أنا من أنا وصغيرة بغني، يعني أكيد مش فجأة بتوعي بتقولي خلص بدي صير مغنية، بس كان يعني كمهنة أو كلايف ستايل كان بعيد عني شوي، بس أكيد بغني من أنا وصغيرة. ومن بعد هذا الفيديو اللي هلأ شفناه وبعد ما قررت أنه لا خلاص بدي غني، أكيد كمان يعني on parallel قررت أنه بلش أدرس الميوزك وأخذ دروس خصوصي للصوت وهيك، يعني ثقافة موسيقية أكثر إذا بدك. لا بده يصير أحلى من هيك؟ برأيك ما بصير؟ شكراً كلك زو فعلاً. يعني لا لازم صوتية كتير حلو، بعدين في التزام موسيقى وفي التزام كمان حتى بالرسالة؟ أكيد أكيد، يعني هو هذا أنه اليوم كتير في ناس أصواتها حلوة، ونحن أصلاً يعني بالعالم العربي منحب، يعني منحب الميوزك والفن وهيك، ففي كتير ناس أصواتها حلوة يلي نحنا بحاجة إله، مش الصوت كصوت بقدر ما إنه شو بده يقول هذا الصوت. نعم. يعني إذا ما عندك شيء جديد تقولي أو إضافة معينة، إن كان كقيمة موسيقية أو قيمة أدبية أو قيمة فنية وثقافية، فالأفضل إنه يعني ما تغني بكل صراحة هيك عم أقولها. فهو التحدي إنه مش الغناء كغناء، التحدي إنه شو بدنا نقول. فأنا وفريق العمل يلي نشتغل سوا، أي غنية بدنا نختارها أو أي شيء بدنا نعمله لازم يكون في له هدف، يعني إن كان تهويدة للأطفال أو غنية للمرأة بشكل أو بآخر أو للوطن أو حتى عاطفية، ما الحب كمان قضية. حتى لما بتصير مهنة رح تضلي تقدري بتعتقدي؟ ما هي هلأ أوريدي مهنة، أنا هلأ خلص تركت كل شيء هيك وراي وتفرغت للموسيقى يعني فول تايم، وأكيد بعدها هيك يعني إنه أنا لما أخذت القرار إنه غني كان هيك إنه لا فيني أعمل شيء جديد يعني إنه، وهذا المهم. بينتنا في بحر ألبوم أطلقتيه من اليونسكو من فترة قصيرة، خلينا نشوف أجواء الحفل بالأول ونرجع نحكي. تزنر بعطري تزنر بعطري تزنر وحارب بضوء العبير، وهاتي يديك أنا الترب خصري وكفك يروي خلوط الحرير. تزنر بعطري اسم الأغنية، كلمات وألحان؟ كلمات شاعرة سورية اسمها لمى القيم، بحبها كتير.
وألحاني. يعني كنت عم أقول يعني عم نحكي تحت الهواء أنه بتغني وبتلحني بدون ما تكوني درستي موسيقى، في أجواء موسيقية بالبيت؟ أكيد، يعني نحن كلنا بالبيت مندندن ومندندن كتير، يعني بيكون مثلا واحد عم يجلي عم يغني، الثاني عم يكوي عم يغني، إنه تضارب. بس يعني كتير هيك أنا يعني لما ما عم بطرح حالي كملحنة ملحنة، بس في كلمات قد ما بحسها كتير يعني ما بقبل حدا تاني لحنها تقريها بتغنيها دغري، خاصة هاي يعني الكلمات بتقول تزنر وحارب بضوع العبيرة، يعني قد ايه نحن اليوم كنساء بالحروب، قد ايه في قصص بدنا نقولها وما عم نقدر نقولها، بيطلعوا على الأخبار القصص اللي كتير فورمل وبعيدة علينا وهيك، وفي يعني الجوهر بيكون إنه تزنر وحارب بضوء العبيرة، فقلت أنا بدي لحنها يعني ما قبلت. مركزة على اللغة العربية الفصحى؟ أكيد، يعني هي اللهجة إذا بدك اللي بتجمعنا، يعني هي اللغة العربية جمالها بالفصحى، وفي سحر معين، يعني لما بغني باللهجة العامية أكيد في الخاصية إنه اللغة المحكية قريبة للقلب، يعني بتحسي كأنك عم تحكي مع حدا بتعرفيه كتير هيك، بس الفصحى لها سحر معين يعني صحيح. وهي شاملة أكتر. كمان هلأ رح نشوف أو حفل اليونسكو اللي أطلقت فيه الألبوم، ولا أكيد كان في كتير من الوجوه حاضرين رح نشوف. الشرف هيك اتشارك معكم لأول مرة أغاني الألبوم الجداد، وهذا الشيء كتير بيفرحني إنه من بيروت نغنيه ونكلون لأول مرة، لأنه هذا الألبوم انشغل ببيروت المدينة الحلوة يلي مش قادرة تقول لأ لحدا رغم كل الجروح. وأكيد لا يخلو الأمر من إنه يعني ما فينا ما نغني من تراثنا ولا عظماءنا. ليلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي بارق على الشجر بابيلي، عن أهلي حكاية وعن بيتي حكاية وعن جار الطفولة حكاية طويلة. ترجمة
فايا بالرجيم مبسوطين فيك على المسرح، ما قالون قلبي بقفوا الفيديو. بس هالرياحة على المسرح كمان من أول مرة، منين جبتيها؟ هلا هي أكيد مش أول حفلة، يعني هو الألبوم لونشينج، بس أكيد عملنا كتير حفلات، وخاصة بهاي السنة اللي مضت غنينا يعني بمصر، تونس، البحرين، الإمارات، الأردن، وأكيد سوريا. يعني أنا أول مرة وقفت فيها على مسرح كان بالشام، بس اليونسكو وبيروت تحديداً لها هيك طعم خاص، يعني لأنه هو الألبوم انشغل ببيروت وجمهور ببيروت كتير متزوق. ليش أصريتي أنه ينطلق من بيروت؟ هلأ هو يعني انشغل بكل تفاصيله ببيروت، وحسيته التطور الطبيعي للألبوم انه يعني النسخه المطبوعه يتم اطلاقها من بيروت. على كل حال عندك جمهور كبير بلبنان من وقت بلادي، يعني صح ما هيك؟ حسيتي بهالشيء على السوشيال ميديا؟ هو غير يعني غير الجمهور والمتابعين، انا لما انتقلت على بيروت انه خلص بدي غني، وحسيت انه اذا بدي غني عربي بيروت هي المدينه الصح، الناس والعالم يلي بالموسيقى نفسهم، وكثير يعني انا حسيت حالي محتضنه، فكثير هيك بيروت هي مدينتي الثانيه. يعني رح نسمع بعد شوي ونشوف زنوبيا شو قصتها. زنوبيا، هلا زنوبيا هي الملكه السوريه يلي كانت حاكمه تدمر. الغنية انكتبت لما داعش فاتوا على تدمر ودمروا جزء من الحضارة اللي موجودة، فحسام عبد الخالق اللي هو كاتب الكلام الأغنية قرر أنه بطريقة ما نفرجي هاي الفكرة اللي دائما بنقولها، أنه يعني أنه نحن حضارتنا مش بس بالحجر أو مش بالحجر، نحن يعني طول ما نحن موجودين كإنسان، الإنسان هو بيرجع بيعمر هالحضارة. فهي انه زنوبيا مش تدمر، زنوبيا البلاد. هلا خلينا نسمع. زنوبيا مش تدمر، زنوبيا البلاد، بأرض غلاسة كبار والولاد. زنوبيا السهل والنهر والصحراء، راعي بدير الزهور ومحبوبته السمرة. زنوبيا السهل والنهر والصحرا، راعي بدير الزهور ومحبوبته السمرا. زنوبيا ضحكي بحر صور شافا، ضحكي الطفل سهران عالشط بيافا. زنوبيا ضحكي بحر صور شافا، ضحكي الطفل سهران عالشط. زنوبيا جبال وأرز حور وسنديان. الكليبين صورتيهم بلبنان؟ ايه صحيح. نسيت اقول انه زنوبيا الحان خالد الهبر. ايه الكليبات اثنين، فيعني مشان هيك عم اقول لك حتى الميوزك فيديوز كثير يعني تصوروا بلبنان، والاكيب فريق العمل كله من لبنان. خلينا ننهي بأغنية كمان لايف. أنا بدي بس هيك، اليوم بيصادف رأس السنة السورية أكيتو 1 نيسان، فبدي عيد كل اللي عم يحتفلوا من أشوريين وكلدان وسريان، ويلا بختم بآخر مقطع بزنوبيا هيك ما شفنا. زنوبيا العروس بالأبيض رسمتها، زنوبيا نحنا هو أنا وإنت. زنوبيا كتابا كتب بغداد ما بتنام، إجهاز مطرز بحلب والعرس بالشام. زنوبيا كتابا كتب بغداد ما بتنام، جهاز مطرز بحلب والعرس بالشام، والعرس بالشام، والعرس بالشام.
حلو كتير فايا يونان، أكيد نحن بانتظار كل جديد لإليك. هلأ الألبوم في بحر بيناتنا موجود صار بالأسواق، أكيد كتير من الناس رح يكونوا اليوم عم تعرفوا عليك أكتر وأكتر، وعلى أمل نشوفك بحفلات كمان. شكراً لإليك ولوجودك معنا. خلص وقتنا اليوم بـ MTV Alive، موعد جديد بكرة الأحد. نتمنى لكم أحد مبارك من هلأ. باي باي.